احنا مشاهدين هنتكلم النهارده في موضوع مهم وكتير مننا مش بيركز فيه، هو عباده ونعمه كبيره وبجد مهما عملناها مش هنوفي ربنا حقه. النهارده هنتكلم عن عباده الشكر. احنا طبعا في نهايه رمضان مهم جدا ان احنا نشكر ربنا انه بلغنا رمضان ورزقنا العباده والعمل الصالح في رمضان ورزقنا نعم كتير جدا وللاسف ما قدناش شكرها. وكلنا عارفين طبعا موقف السيدة عائشة لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم بيقيم الليل لحد ما رجله تتورم واستغربت وقالت له يعني ان انت ربنا غفر لك كل ذنوبك ما تقدم وما تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها قال لها افلا اكون عبدا شكورا. فاحنا النهارده هنتكلم في عبادة الشكر مع ضيفنا فضيلة الشيخ عويض عثمان امين الفتوى ومدير قسم الفتوى الشفوية بدار الافتاء المصري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ. احنا هنتكلم عن عبادة الشكر ونعرف برضو يعني ايه الشكر وهل شكر ربنا هو نفس الحمد؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الشاكرين وسيد الصابرين، صلوات ربي وسلامه عليه. كما تفضلت في البداية وقلت في حديث المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات ربي وسلامه عليه. وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي وجد غصن شوك في الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. من أسمائه سبحانه وتعالى الشكور، ودي بيّن كرم الله سبحانه وتعالى على العبد. الله سبحانه وتعالى يرزق العبد الآلات التي يقوم بها في حياته، يسلم أعضاءه من الأمراض، ويسلم بدنه من التعب، يهيئ له العبادة ويهيئ له زمن العبادة، ييسر له الطاعة، ثم بعد ذلك يشكر العبد ربه فيشكر الله سبحانه وتعالى للعبد. إذن شكر الله للعبد هو اعتراف بالجميل على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى له، وشكر الله سبحانه وتعالى للعبد قبول الشكر من عبده وأن يزيده من فضله بعد ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى، وده من جميل الكرم، إن هو ينعم ويقول لك اشكر بقى عشان أزيدك، فيشكر العبد بنعم الله. هو بيشكر ايه؟ هو لم الاصل يعني العبد لم ياتي بشيء لنفسه، العبد يشكر الله على النعم التي رزقه الله اياها. فاذا ما شكر سبحان الله من كرمه يفرح لعبده او يفرح من عبده ان يشكره فيزيده من النعم بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى يتودد الى عباده في كل وقت وفي كل عمل. الله سبحانه وتعالى خلق كل ما في الكون وسخره لخدمة الإنسان، كل ما في الكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن النعم التي في الكون كل المخلوقات مسخرة لخدمة هذا المخلوق، لخدمة الإنسان. يبقى إذن الحيوانات، ما في البر، ما في البحر، الهواء، الدنيا وما فيها، خلقت وسخرت من أجل هذا الإنسان. لماذا؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له. ابتلاء؟ ليبلوني. ليبلوهم. أيشكرون أم يكفرون؟ هل يشكر الإنسان ربه على هذه النعم ويستغلها في طاعة الله؟ أم يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى ويستغلها في معصيته؟ احنا بنشوف واحد
بيجي له مال ممكن يستغله في معاصي، ممكن يستغله في إعلان الحرب على الله سبحانه وتعالى، يحارب ربه بنعمه التي أنعم الله بها عليه، إذن هذا كفران بنعم الله سبحانه وتعالى. وكان حقا، وكان حق على هذا العبد أن يشكر ربه على هذه النعم بأن يسخرها ويجعلها في طاعة، بأن يسخرها ويجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن مقتضى الشكر أو مقتضى هذه العبادة أن تسخر نعم الله في قلب محبة الله سبحانه وتعالى. أعطاني عافية لا أستغلها في معصية، أعطاني عافية لا أتجبر بها على الآخرين، أعطاني مال لا أسخره في التدبير لمعاصي أو في التدبير لوقوع الناس في معاصي ونحو ذلك. إذن الشكر من أعظم العبادات التي يغفل الناس عنها. لذلك شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول إيه، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا مجرد الأكلة، إن الإنسان يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، الله يرضى عن العبد بهذا. شربة الماء يحمد الله عليها، يرضى الله عن العبد بهذا. فكم نترك الشكر أو التلفظ بكلمة الشكر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر على هذه النعم. هذه الكلمة ربما من كثرة ما نرى استقرار النعم عندنا لا نشكر الله. وهو أحيانا الإنسان إيه، يلاقي البدن مستقر، ده الحمد لله ما فيش مرض ولا حاجة، والمال موجود، العافية موجودة، والولد موجود، والاستقرار في الحياة موجود، فخلاص وكأن ده إيه، حق مكفول لي. فبينسى في نعم، في كل هذه النعم أن يشكر الله عليها. فدي مشكلة كبيرة، إن الإنسان ينظر إلى استقرار حاله فيتلهى بالنعم عن شكر المنعم. دي مشكلة. فلذلك الإنسان لابد عندما يرى، أنت فاكرة حضرتك الزلزال اللي جه في حاجة وتسعين، في 91 تقريبا، 92، لو بصيتي في المساجد في الوقت ده تلاقي كل الناس فزعت إلى المساجد. والله سبحان الله المساجد كانت ممتلئة، وكان كل واحد يقول لك أنا عليا فلوس لفلان، ما هو خلاص احنا مستنيين في أي وقت تكون دي النهاية يعني. في أي وقت مستنيين أي حاجة تحصل الدنيا تتطربق علينا تاني. فكل الناس بقى قلقانة، وكله عمال يخلص نفسه، والله كله دفع اللي عليه. الله، مجرد ما الدنيا استقرت وخلاص بدأنا نرجع للهدوء تاني، اتلهينا في الدنيا تاني. الله، إذا استقرار الأرض وعدم تزلزلها دي نعمة تحتاج منا إلى شكر. فلما ألاقي الدنيا مستقرة في كل الأحوال، في الأرض، في العافية، في المال، في العمل، في كل شيء، إذن هذا الأمر يحتاج إلى أن أقول دائما ربنا لك الحمد ولك الشكر على كل هذه النعم. نعم، إحنا معنا تليفونات. أستاذ أيمن أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب. والله انا عايز اسال الشيخ على موضوع صلاه التسابيح، يا ترى ايه مدى صحتها، لاني انا كنت قريت يعني زي خطبه كده للشيخ صالح بن عثيمين بيقول انها لم تخرج من مشكاه النبوه وما ثبتش ان الرسول عليه الصلاه والسلام ولا حد من الصحابه صلى صلاه التسابيح، او حتى ان احنا شفنا مثلا في الحرم مره صلى صلاه التسابيح، الحرم المكي او الحرم المدني. فهل يا ترى الحديث بتاع صلاه التسابيح ده هو حديث صحيح، او ايه يعني رأي حضرت الشيخ في الموضوع؟ تمام، حضرتك. طيب، صلاة التسابيح ألف الإمام ابن حجر العسقلاني كتابا بعنوان مرويات صلاة التسابيح، وأثبت حسن هذا الحديث من وجوه كثيرة، وحسنه بعض العلماء وعمل به بعضهم، وهناك من تكلم فيه مرتين كالإمام أحمد، مرة رده ومرة قبيله. والشاهد من كل هذا أنها صلاة، أو حديث صلاة التسابيح، اختلفت فيها أنظار العلماء، ما بين مجيز وقال هذه صلاة نعم لم يصلها أو لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه علمها العباس، وهناك من قال هي صلاة غير ثابتة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنه مرة أنه صلاها. فالأمر فيه أخذ ورد، ولكن كان مشايخنا يستحبون ان احنا نفعل بالحديث حتى ولو كان ضعيفا
في فضائل الأعمال. هذه الصلاة فيها قراءة، فيها تسبيح، فيها ذكر لله تبارك وتعالى، كلها فضائل الأعمال، فصلها ولو مرة في العمر. فإن كان الحديث صحيحا فقد عملت به مرة، كما كان المحدثون يقولون يا أهل الحديث اعملوا بالحديث ولو مرة تكونوا من أهله. يعني أطبق مثلا، أنا السواك بنساه، يا أخي أشتري مرة سواك كده واستخدمه مرة عشان يكتب لي أني عملت بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالسواك مرة. فكذلك صلها ولو مرة، ويعني كونها تصلى هنا أو تصلى لم تصلى هنا فليس هذا بحجة، يعني لم تصلى في مكان وصليت في مكان ليس هذا بحجة. بعض العلماء حسن هذا الحديث وعمل به، وللإمام النووي كلام فيه، وللإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وبعضهم رده، فاعمل به فإن شاء الله فيه خير كثير. في أسئلة على صفحتنا على الفيسبوك، منهم مثلا نور بتقول أخويا كان خاطب بنت عمه وكان مصاحب زميلته في الشغل، هي أكبر منه مطلقة معها بنتين، ضحكت عليه تسببت في فسخ الخطوبة من بنت عمه وهيتجوزها، وأبويا أبوه طرده من البيت، وأمه وكل العيلة قرروا يقطعوا نهائي لو اتجوز البنت دي، هما شاكين إن هي بتروح يعني لساحر وكده عشان تتجوزه، وتسببت في جرح كبير لبنت عمي والعيلة كلها زعلانين من بعض دلوقتي، لو قطعناه نهائي يبقى حرام عشان صلة الرحم. صعب قوي إن الإنسان بيفكر إنه عايش لوحديه. بعض الناس يفكر إنه عايش في الأسرة لوحديه، يعني أنا إيه؟ أنا أعمل اللي أنا عايزه، أروح أتجوز مش مشكلة أبويا وأمي يغضبوا، أروح مثلا أروح المكان الفلاني مش مشكلة الأسرة يحصل فيها مشكلة. إيه يا جماعة؟ الزواج ده هيئة، الزواج ده أسر وأسر، أسرة وأسرة، مش فرد وفرد ويلا يعني خبطوا في بعض ما نعرفكوش بعد كده، لا. المجتمع بتاعنا مش كده. فلذلك رجاء لما الإنسان واللي بيعمل كده هو بيندم بعد كده، سواء كان راجل أو ست. نعم، لما يقدم على هذا الأمر، أنا مش بقول له على فكرة الزواج من المطلقة حرام أو الزواج من الأرملة التي معها أولاد حرام، ولكن فيه رأي للأسرة. يعني ما ينفعش إن أنا برضو أخذ قرار وأترك الأب والأم وأترك البيت وأسبب قلق في هذا البيت بهذه الطريقة عشان سعادتي أنا. فلذلك بنقول يعني لابد الإنسان أن يتفهم الأمر ويعرف هو عايش مش عايش لوحده في الأسرة، ولكن عايش مع أسرة، يعني لابد أن يأخذ آراءها، ولابد أن نتشاور، لأن ده أمر مهم جدا. ونسأل الله أن يلم شمل هذه الأسرة، وأن يعني يترابطوا بعدما وقع بينهم هذا الخلاف. أيوة، لكن في الوضع اللي هو موجود ده لو هو أصر خلاص والجوز اللي هو عايزها، لا نقول أهله يقطعوه ولا لا نقول حراما ولا نقول لهم قطعوه. لا نقول قطعوا ولا نقول هو حرام. قلت لحضرتك من قبل يعني زواج من أرملة جائز، زواج من مطلقة معها أولاد جائز، كل هذا جائز. أصل معلش الأرملة هذه يعني ما خلاص ما حكمش عليها بالإعدام إن هي ما تتزوجش تاني، أو المطلقة ده كلام مش صحيح، ولكن إحنا في مجتمعنا في مجتمعنا أحيانا فيه ثقافة مستهجنة، عندنا ثقافة كده عجيبة إن طالما هي مطلقة ما ينفعش الذي لم يسبق له الزواج أن يتزوجها، طالما هي معها أولاد ما ينفعش اللي لم يسبق له الزواج أن يتزوج. دي ثقافة موجودة في المجتمع، ده ما كانش موجود قديما بين الصالحين، لا ده كان بيتزوج عشان يأخذ ثوابا ويراعي أولادها لوجه الله سبحانه وتعالى. ولكن بنقول ده كله محتاج إلى اتفاق، إلى مشاورة الأسرة، إلى إن احنا نتشاور فيما بيننا، مش عايزين برضه هو يروح ماشي لوحده والأسرة تاكل في نفسها ويحصل بعد كده قطيعة. لا احنا عايزين يبقى فيه قطيعة، ولا احنا عايزين مخالفة للأب والأم ونحو ذلك. نعم. محمد بيسأل حاجة في موضوع حلقتنا، إنه بيصلي ركعتين على طول شكر لله، بس عايز يزود من الشكر، يعمل إيه؟ فيه يعني صلاة عموما، العبادة عموما هي شكر الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا مسلمين، على أن جعلنا موحدين، على أن يسر لنا عبادته سبحانه وتعالى. ففي يعني بعض العلماء قال في حاجة اسمها صلاة شكر، ركعتين شكر أو سجدتين شكر، على خلاف بين العلماء. هي سجدة أسجدها شكرا لله أن أنعم علي بنعم، وكان بعض السلف يستحب إذا ما بشر بأمر سجد لله سبحانه وتعالى في وقتها شكرا. وكان منهم اللي يقول لا ده يروح يتوضأ ويصلي ركعتين كما يفعل، فإذا ما عودت نفسك على هذا الأمر فدم عليه، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يشكر،
ويحب أن يحمد على أفعاله وأعماله سبحانه وتعالى. نعم. بما أننا طبعا بنتكلم عن الشكر، من أكتر الحاجات اللي لازم نشكر ربنا عليها نعمة الصحة وندعي بها على طول، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وعلمنا ان في نعمتين الناس مش حاسين بيهم، الصحة والفراغ. علشان كده لازم نشكر طبعا نعمة ربنا علينا، ونشكر على نعمة الصحة شكر عملي. الشكر العملي بقى ان احنا ننفق من صحتنا في الخير، او نساعد حد مريض بنية شكر نعمة الصحة. تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض تقرير من تقارير الخير في برنامجنا النهاردة، واللي قدرنا بفضل ربنا ومعانا طبعا شركائنا في الخير مؤسسة دنيا جديدة اننا نساعد طفلة مريضة محتاجة مساعدة طبية. هي عندها تقوس في القدم، عملت العملية الأولى، لسه في إجراءات طبية تانية هنتابعها معاها إن شاء الله. بشكر طبعا مؤسسة دنيا جديدة، ونشوف تقرير مريم. شفنا مريم مع بعض ومؤسسة دنيا جديدة ساعدتها في المرحلة الأولى، لسه طبعا عندها كذا مرحلة في العلاج والعمليات بتاعتها بعد سنة، لأنه طبعا العظم بياخد وقت في العلاج، لكن إن شاء الله تكمل لحد ما تقدر تقف كويس وتمشي على رجليها وتجري بإذن الله. وانا عايزه يعني تعليق من حضرتك على عمل الخير، واحنا خلاص في الايام الاخيره والليالي الاخيره في شهر رمضان، والنهارده ليله طبعا اخر ليله وتر، وربنا يتقبل طبعا عمل الخير وكل العبادات من كل الناس والدعاء يا رب. نعم. اجمل ما يقوم به الانسان في حياته ان يرسم بسمه على وجه حزين. الناس لو تعرف قد ايه منزلة البسمة اللي بيرسمها على وجه حزين، أو هم يفرجه عن مكروب، أو يعني سعادة يجلبها إلى إنسان يعني ما ساعد من منذ زمن، ده لها مكان عند الله عظيمة جدا. وذلك الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه علمنا أن الإنسان حتى لو ضاق به الأمر ولم يجد ما يتصدق به، قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. ده يجلب إيه؟ مجرد بس أن أنا أريح اللي قدامي، أخليه مستريح نفسيا، أبتسم في وجهه. فما بالك بمن ينفق ويتسبب في إزالة مرض لأحد الناس، أو إزالة تعب، أو يرفع عن الأسرة دي الهم والعناء والتعب اللي هم شايفينه، وخاصة لما يكون في حد مريض في الأسرة، أو أب وأم عندهم ابن مريض ومش عارفين يعملوا له حاجة، يعني قد يبقى هم في حزن شديد. أحد الناس وقاعد وكان أصيب بمرض السرطان، وقالوا له يعني حياتك في الدنيا يعني أيام معدودة. فخلص الراجل يعني رجع، هو كان صاحب مال، وبعدين رجع من سفره معه أوراقه وإشاعاته، خلاص أيقن أنه أو غلب على ظنه كما قال الأطباء أنت خلاص حياتك هتنتهي. وقاعد جنب أحد الناس كده في يوم بيشتري بعض الأشياء، فوجد امرأة بتشتري عظمة من الجزار، تاخد عظمة عشان تعمل عليها شوربة وتوكل ابنها. فبيسأل دي بتعمل، قال هو بتيجي تاخد حاجة كده بتعمل عليها شوربة لأبنائها وبيأكلوا. فنادلها وتعاقد مع الجزار إن كل أسبوع تيجي تاخد كيلو لحم، وأدي مبلغ مقدم لفترة زمنية آتية. الرجل خلاص يعني روح، وبعد فترة بدأ يحس في بدنه بعافية، حاجة مش معهودة يعني. وبعدين بدأ يحس بقوة ما كانش كده، فبدأ يعيد التحاليل مرة ثانية، وكانت المفاجأة العجيبة إن الأطباء تعجبوا إن المرض ذهب من البدن تماما. سبحان الله. بإيه؟ بالصدقة. وصدق الحبيب داو مرضاكم بالصدقة. صح. حاجة والله سهلة وبسيطة، بس إحنا بنغفل عنها. نسأل الله أن يرقق القلوب، وإن إحنا لا يكون من بيننا لا مهموم ولا مكروب. آمين. إحنا عندنا فاصل ونرجع تاني مشاهدينا نكمل حلقتنا، خليكم معنا.
رمضان. وعندنا كذا سؤال على صفحتنا، مثلا طائر، هو احنا لازم لما نصلي نلبس شراب عشان نغطي القدم ولا لا؟ اختلف في مسألة كشف القدم في الصلاة، هل لو كشفت في الصلاة الصلاة تبطل أم لا؟ هناك من العلماء من قال إن بطن القدم عورة لابد أن تستر بجورب بثوب طويل، وهناك من قال الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. فلو الإنسان يعني إن كشفت قدمه في الصلاة فالصلاة صحيحة، وإن أخذ بالمذهب الآخر يعني تورعا ومحافظة على العبادة وخروجا من خلاف العلماء، خاصة وهي عبادة مكررة وكلنا بنعتمد عليها في حياتنا، يبقى إذن ده الأفضل يعني. مروة بتقول ان جوزها مش بيصلي وعارفة ان هو مش بيصوم، لكن هو ما يعرفش ان انا عارفة انه مش بيصوم. انا قرفانة جدا من نفسي ومنه ومن كل حاجة، عندي ولد 10 سنين وانا دايما بترجى جوزي انه يصلي عشان الولد يعرف ان رمضان ده يعني صلاة وصيام وكده، بس هو رد عليا قال لي انا مش هصلي خالص واللي عاجبك اعملي. انا ما كنتش بتكلم في الموضوع الصلاة غير اول سنة جواز، بقى ساعتها عرفت واتصدمت انه مش بيصلي. هو ضحك عليا من قبلها الجواز يعني، وقال لي ان هو بيصلي وان مشكلته بس صلاة الفجر. هو دلوقتي بيقول ربنا غضبان عليا بانه هو مش راضي عني لاني مقصرة في حقه، بس انا بجد مش طايقاه. سيدنا الحسن رضي الله عنه وجد رجلا يصلي ولا يتقن الصلاة، يصلي كده بسرعة، فقال ما اشفقني على ابنائه، أنا مشفق على أبنائه أوي. فقالوا الجالسين قالوا لما وما دخل أبنائه؟ قال لأن أعينهم مرهونة به. عين الإبن مرهونة بأبيه، بيبص أبوه بيصلي هو هيصلي، أبوه بيشرب سجاير هو هيشرب سجاير، ولو أبوه بيشرب مخدرات غالبا ما يقلد الولد أباه، لو أبوه بيفعل منكرات غالبا ما يعني يحاكي الولد أباه في كل شيء. فإذا لابد دائما لمن يتولى أمرا، لمن يرعى بيتا، أن يكون قدوة لمن عنده، يعني لا يترك الصلاة. ولكن هي بتقول أنا قرفانة منه وأنا عايز، لا طب صح، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هي الآن تصلي تأمره بالصلاة، أمر فيه شفقة ورحمة مش أمر يسبب لها يعني مشاكل، يعني طب ما تيجي يا فلان تعالى كده اغتسل ونتوب لربنا ونتوضى ونصلي سوا، طب ما تيلا نصلي الجمعة مع بعض في الجامع، ما تيلا تقوم بينا وأنا والأولاد هنصلي وراك. بهذه الطريقة ممكن تجره إلى الصلاة وتنبهه إن العبادة بتجلب البركة عليك وعلى أولادك وعلي وعلى البيت، وإنك أنت لما ما تعبدش ربنا بتحصل مصايب دائما في البيت، ودائما هيبقى في نقار وعراك وخناق واختلاف، والأولاد ربنا ما يباركش فيهم والرزق ما فيش فيه بركة. بكل ده ممكن تاخد بإيدين ربنا، أما أنها تسيبه وتعين عليه الشيطان والشيطان يلعب بيه أكتر وأكتر، ده مش صح. فلذلك على هذه الأخت الفاضلة أن يعني تأخذ بيد زوجها إلى الله، ولا تكون عونا للشيطان عليه، ولا تخاصمه وتقاطعه وتندم، لا هو ده من نصيبك، ارضي بقضاء الله ولكن حاول أنك أنت تصلحي منه. نعم. طيب معنا تليفون نسمة، أهلا بيك. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. في سؤال عن صلة الرحم، سمسم بتقول هي صلة الرحم ولاد العمة والخالة، يعني دول كمان لازم أكلمهم، يعني مين هم صلة الرحم؟ كل من كانت لك بهم علاقة قرابة ولك بهم رحم، هم هؤلاء هم صلة الرحم، ابن عمك، ابن خالك، ابن عمتك، ابن خالتك، كل هؤلاء من الأرحام، ابن عم دول من الأرحام. ولكن الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب، يعني أنا عندي وقت أزور فيه أختي ولا بنت عمي مثلا، هنفرض إذا أختي لأنها الأقرب لي، كما قال النبي يعني أمك وأباك ثم أدناك أدناك، يعني الإنسان يشوف الأقرب فالأقرب. فالإنسان دائما يبدأ من الإيه؟ من الألصق به، وتبتدي الدائرة تتسع. طيب في بسمة بتقول حكم شخص أقسم على المصحف إنه هيتجوز فتاة رسمي بعد ما اتجوزها عرفي، بعد كده سابها عشان يرضي أهله واتجوز واحدة غيرها،
ودون أن يشهر زواجه منها، نعم، وحرق ورقة الجواز، نعم، وأهله وأهلها ممكن يموتوها لو عرفوا القصة دي أصلا. نعم. فالبنت تعمل إيه والشاب، حكم الفتاة وحكم الشاب؟ مشكلة كبيرة أن توقع البنت أهلها في حرج، خاصة البنت، لأن البنت إذا ما كسرت، البنت يعني كالزجاج إذا ما شرخت الأسرة كلها بتتدمر. فلذلك ما كانش ينفع أبدا البنت تعمل كده، ولا بنشجع حد أنه يلجأ إلى مسألة الزواج العرفي. الزواج العرفي بيضر بالمرأة، بيضيع حقوقها، ونادرا ما تجدين أحد ممكن يعني فعلا يتزوج زواج غير موثق، احنا بنسميه زواج غير موثق، ويوفي بالوعود، ويوفي بالعهود، ممكن يسيبها كده متعلقة. فلذلك ما نقدمش على الأمر ده، مسألة الزواج غير الموثق، إلا إن كان فيه ولي موجود، إن كان فيه ضمانات مأخوذة على هذا الإنسان. أما إن المرأة من نفسها كده تروح تعمل كده، كثيرا ما تتضرر وترجع وهي حزينة وتقول يا ريتني وشوفوا لي حل. لا، ما ينفعش الكلام ده. من الأول بلاش نلجأ إلى هذا. فيه ولي، الولي هو أشفق واحد بيكي، أدخل الولي، أدخل أخويا، أدخل أبويا لو كان موجود، أدخل الاتنين مش موجودين، أشوف حد من العصب، عمي أو ابن عمي يتولى الأمر. أما إن أنا من نفسي، ممكن أحيانا الزوج يكون يعني ميت الضمير فيلعب بها كما حدث، وترجع هي تعض يعني على أناملها من الندم، والأسرة تشيل زي ما بنقول المشكلة كلها فوق دماغها والوحل فوق دماغها، وهو حضرته عايش براحته. فرجاء من يعني كل من يعني يقفون هذا الموقف، الإنسان يراعي قبل أن يقدم، يحسب أن الإنسانة دي أخته، الإنسانة دي قريبته، الإنسانة دي ممكن يسبب لها ضرر، فيترك البيت من بابه. أنا هروح البيت، والله قبلوني أهلا وسهلا، ما قبلونيش خلاص. أما إن أنا مسألة لوي دراع، هم رفضوني، أروح واخدهم من وراهم متجوزها، وللأسف هي برضو تروح مسلمة نفسها، دي أكبر جريمة يعني بتقع أو توقعها هذه الفتاة بأسرتها. نعم. هم بقى يعملوا إيه هي لما خلاص حرقوا الورق كده كأنهم اتطلقوا يعني؟ لا طبعا، لازم نشوف الدنيا فيها ايه. دي مسألة شائكة، قصة زي دي لازم تروح دار الإفتاء، لازم نقعد معاهم، وبنجيب الولد ونقعد ننصح فيه، يا ابني روح عند أهلها وصلح الأمور، بلاش كده. لا، يعني لازم هم يروحوا الولد والبنت دار الإفتاء. نعم. ويتكلموا مع الشيخ. نعم. طيب دلوقتي نرجع بقى لموضوع حلقتنا اللي هو الشكر. أنا دلوقتي لما أشكر ربنا، أنا اللي هستفيد. نعم، أكيد ربنا مش محتاج بالضبط شكرنا. شكرنا أو جحودنا هيفرق مع ربنا؟ شكرنا لن يزيد الله شيئا، وكذلك جحودنا لن يضر الله شيئا. وإنما الشكر يعني نفعه أولا وآخرا على العبد. لذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول إن النعم موصولة بالشكر، وإن العبد إذا ما شكر أعطى الله المزيد. يبقى إذن أنا عندما أكون في نعمة وأريد من الله أن يزيدني أشكر. كان سيدنا سفيان الثوري يقول لأحد تلامذته: يا بني، إن كنت في نعمة وأردت أن يديمها الله عليك فاحفظها بالشكر. لذلك كان سيدنا الحسن البصري هو يقول إيه؟ الشكر يسمى الحافظ الجالب. يقول هكذا، يحفظ الحافظ يحفظ قال النعمة. يحفظ النعم الموجودة. الجالب يجلب النعم المفقودة. كان الله. السلف يسمونه الحافظ الجالب. ولقد آتينا يعني لقمان الحكمة أنشكر لله. من الحكمة أن يكون العبد شاكرا لربه، ومن الحكمة ومن العقل أن الإنسان يكون دائما حامدا لله، يعني قانعا برزق الله، دائما اللسان والقلب يلهج بالرضا والشكر لله. ألف حمد وشكر لك يا رب على كل حاجة. بشكر حضرتك جدا. ومشاهدينا أسيبكم وفقرتنا اليومية وتقريرنا ومسابقتنا. رمضان كريم.